في ثقافة عندنا إن البعض يقول لك المكملات الغذائية دي حاجة رفاهية، يعني أنت هتيجي تقنعيني بإيه؟ ما خلاص ما أنا باكل كويس أو الفيتامينز بتجيلي كده لوحدها وخلاص والجسم بيفرز حاجات ومش عارفة إيه، فما بيعترفوش قوي إن المكمل الغذائي ده أمر مش ترفيهي، ده أمر أساسي وأعتقد بيفرق جدا في الصحة العامة وفي المزاج العام وفي طبعًا. النوم وفي كل حاجة. الفيتامينز معظمها الجسم لا ينتجها، واكيد الاكل الصحي مهم، لكن مش طول الوقت احنا مركزين ان احنا النهارده هناكل سلطه طماطم وخس وخيار، يعني كل حاجه بالزبط. فيها وعندي فيتامين بي 12 الكوبالامين مش موجود خالص في النباتات، موجود فقط في المصادر الحيوانيه اللحوم. وفيتامين بي 12 مهم جدا للمناعه ولتعزيز الدم وتعزيز كرات الدم، ومهم غذاء للاعصاب، فبيبقى صعب انك انت تعرفي تعملي المعادله دي. المكملات الغذائيه مش شيء ترفيهي، لازم طول الوقت ناخد فيتامينز من الاكل الصحي ومن مكمل غذائي مهم يبقى مضمون وواخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء وبيتباع في الصيدليات، ودي حاجه كويسه جدا، وفي ملم بمعظم الفيتامينات. لو هتكلم على المناعه النهارده، من اهم المكملات الغذائيه المهمه جدا للمناعه هو اي ال بي مالتي فيت او الب مالتي فيت. الب مالتي فيت مناعه، يعني فيتامين سي رقم واحد، يعني زنك، الاثنين اهم معدن والفيتامين. عندي الب مالتي فيت الفيتامين سي فيه 500 ملي جرام، زي ما انا شايفه على الشاشه ده صوره المنتج بتاعنا. اولا انا ما عنديش بديل لالب مالتي فيت، عشان دي حاجه مهمه، فبستاذن الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا وعايزين يعملوا اوردر من الصيدليه بيصوروا شكل العلبه، صح، عشان ما يجيش حد بعد كده يقول لك خدوا ده زيه او خدوا ده مش عارف ايه، الالوان ممكن تبقى مضروبه مختلفه الكتابه، فنخلي بالنا قوي من الحاجات دي. صح. وعندي زنك، الزنك عندي اعلى تركيز في الزنك. الزنك مهم للمناعه، مهم للشعر، مهم للبشره، مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، مهم حتى للرجال جدا. عندي داخل الب مالتي فيت، طبعا انا اتكلمت على المناعه، في عندي كمان فيتامين بي بكل عيلته، يعني صعب بي كومبلكس بقى، بي كومبلكس عائله بي كلها من واحد واثنين. لو هتكلم على الكوبالامين موجود فيتامين بي 12، عندي البيوتين، عندي الفوليك اسيد، عندي كل عائله فيتامين بي. وعلى الشاشه دلوقتي ده اللي بيميز الب مالتي فيت عن بقيه المكملات الغذائيه الاخرى، اعلى في تركيز الزنك، قوي جدا كمناعه، قوي جدا كمضاد اكسده، وطول الوقت انا بقول ان احنا سبونتينيوسلي جسمنا بيتاكسد، شعر، بشره، جسم، اعضائنا بتتاكسد. على فكره ما كنتش عارف المعلومه دي قبل ما سمعتها منك. الاكسده موضوع ان احنا بنتاكسد واحنا قاعدين، طبعا من حاجات من لايف ستايلز احنا كلنا انا بعملها، يعني ممكن اتعرض للشمس ابقى ناسي احط سان بلوك، دي كارثه. وعايزه اقول ان الب مالتي فيت مهم جدا لحمايه الجلد من اشعه الشمس الضاره. احنا وقت ساحل ووقت بحر، صح، دلوقتي، صح، فلازم اخد اشعه شمس بشكل طبعاً مبالغ فيه ومضره. الفيتامينات المهمه لحمايتي من الالترا فايلت اي وبي من اشعه الشمس الضاره هو فيتامين سي وفيتامين اي، دول اللي بيحجبوا الضرر بتاع الشمس. واحنا نازلين على البحر ما ننساش الترطيب بتاعنا، ما ننساش ازازه الميه بتاعتنا عشان ما يحصلناش ديهايدريشن طول الوقت، وما ننساش ناخد الب مالتي فيت قبل ما ننزل عشان يبقى الدنيا مكتمله وما خافش من اضرار اشعه الشمس. كويس جدا.